لكن خفاش، انواع الخفاش تسموه خفاش الفاكهه، الذي يتغذى على الفواكه ومن الزهور. الخفاش عادة يكون في مناطق جنوب آسيا، وخاصة في الغابات في المناطق الحارة. في الصين يوجد منطقة مقاطعة خونان موجود هذا الخفاش، وموجود أيضا بكثرة في ماليزيا وفي تايلاند وفي مينمار ومناطق جنوب آسيا. يعني لا يمكن أن نجزم بأن هذا الفيروس سينتشر من الصين، كونه أنه الآن لم ينتشر، وإن شاء الله لن ينتشر في المستقبل سواء من الصين أو من دول أخرى. طب دكتور، يعني هذا الفيروس يخرج من، يعني هو فيروس ينتقل من الحيوان من الخفاش إلى الإنسان، أم أنه فقط في الإنسان أم ماذا؟ الفيروس نيبا او ان اي في تم اكتشاف ظهوره في نهايه 98 بدايه 99 في ماليزيا، عندما اصاب اعداد من الناس. تبين انه نسبه الوفيات كانت تقدر بنسبه عاليه، طبعا حددت هذه النسبه من 40 الى 75% من المصابين يتم وفاتهم. بعد ذلك ظهر في بنغلاديش، وظهر ايضا في مؤخرا في 2018 في الهند، وأيضا كان يسبب التهابات حادة في الرئة وفي أنسجة المخ، وكانت نسبة الوفيات كما ذكرت تتراوح بين 40 إلى 57%. هو يعني يختلف عن فيروس كورونا بالنسبة أنه بيسجل حالات إصابة من نوع خطرة، يعني من يصاب بهذا الفيروس 60% من المصابين ممكن أن تتطور حالتهم إلى الخطرة، بينما في فيروس كورونا المنتجات الناس التي تصاب الآن تتحول حالتهم إلى الخطرة نسبة لا تفوق ال 15%. طب يعني كيف ينتقل هو هذا الفيروس؟ كيف نعم، ينتقل هذا الفيروس أصلاً؟ الفيروس ينتقل عن طريق إفرازات اللعاب أو الإفرازات تبعت الخفاش نفسه، سواء ممكن لو أكل مثلاً فاكهة معينة وأكلها الإنسان ممكن أن يصاب. لو لا يعني ما يعني تبول على الفاكهة ولم تغسل جيدا وأكل الإنسان ممكن أن يصاب. وتبينت الدراسات بأنه ممكن أن ينتقل إلى الخنزير، والخنزير يأكله الإنسان، فمن هنا ممكن أن ينتقل إلى الإنسان بسهولة أكثر من انتقاله من الخفاش. طيب يعني كيف نحمي أنفسنا؟ يعني هذا الفيروس حتى هذه اللحظة هو غير منتشر بشكل كبير، لكن الدراسة اللي بتقول أنه قد يكون فيروس منتشر، فكيف الحماية منه؟ طبعا الحماية، احنا اصلا تعلمنا درس قاسي من فيروس كورونا، واتوقع العالم والدول جميعها حول العالم والشعوب ماخذة احتياطاتها الآن بالنظافة الشخصية، بغسل الايدين ووضع الكمامه، خاصه انه ممكن ان ينتقل عن طريق الرذاذ. هذا الفيروس نيبا ممكن ان ينتقل عن طريق الرذاذ لانه يصيب الجهاز التنفسي. اعتقد انه احنا اهم شيء النظافه، اهم شيء ما ناكل الاشياء غير مغسوله، الفاكهه نغسلها بالميه، نغسلها كويس، واعتقد ما فيش اي مشكله لانه مش كل الدول هي موجود فيها هذا الخفاش. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الوعري، أستاذ أمراض الصدرية من ووهان بالصين.